أسرة كل متابعي شاشة قناة النهار طبعا آه نيابة عن إدارة قناة النهار والمسؤولين وجميع العاملين في قناة النهار خالص عزائي لأسرة الكرة المصرية والأسرة الأستاذ المحترم العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة الأسبق حقيقي يعني حالة من الحزن كلنا بصراحة يمكن معاناة على مدار 80 يوم يمكن في الفترة الأخيرة ربنا يرحمه طبعا ويجعل مسؤول الجنه وبنتمنى له الرحمه و... ويصبر اسرته بصراحه يعني موقف حزين وخصوصا كمان هو من الشخصيات المحترمه حقيقي انا واحد من الناس اتشرف ان في يوم من الايام تعاملت معاه يمكن من أنا صغير يعني على العامل من الناحيه الانسانيه حاجه محترمه من ناحية حتى المهنيه حاجه محترمه يمكن انا بعتقد ان هو فعلا اخلص للنادي الاهلي ويعني تقريبا كانت اخر حاجه اخر لحظات لي كان جوه النادي الاهلي يعني تعب جوه النادي الاهلي وفارق الحياه وهو في النادي الاهلي يعني اخر لحظات وهو موجود في النادي الاهلي ويمكن انا واحد من الناس بصراحه يعني كنت بشوفه في في مع فريق الكرة مع فريق الطايره مع فريق السله مع فريق كره اليد تقريبا في كل الالعاب الرياضيه الاستاذ العمري فؤاد رحمه الله عليه كان دايما متواجد وحقيقي بجد انا اتعاملت معاه على المستوى الشخصي زي ما قلت لكم من انا صغير والله كنت دايما بحس إنه هو اخونا الكبير يعني كان اخ واب وصديق يعني دايما كان بيبقى حتى في المعسكرات حتى او في لما كان بيبقى رئيس بعثه من بدايه على فكره لما كان حتى عضو في مجلس اداره النادي الاهلي وتدريجيا وصل لمنصب نائب الرئيس حاجه فعلا الواحد يحزن انا واحد من الناس وكل عشاء الكره المصريه وعشاق الجماهير للنادي الاهلي كان خبر صادم بصراحه الواحد نتمنى والله بجد ال... يعني يصبر اسرته، وكلنا بصراحه زعلانين، يعني فعلا ان انت حد من اساطير الكره المصريه او حد من اساطير اللي اضافوا للنادي الاهلي و... وحياتهم كلها جوه النادي الاهلي اسطوره ورمز من رموز النادي الاهلي حقيقه يعني اخلص و... واوفى و... ومحب ودايما حتى في الصور اللي كان بيظهر فيها جماعه الحب النادي الاهلي ده ما بيجيش بسهوله. طول ما انت موجود في النادي الاهلي بتتعلم من بتتعلم حاجات كثيرة جدا بتتعلم معنى معنى الاحترام معنى الوفاء معنى معنى الاخلاص يمكن حتى الانفعالات بتاعته اللي كان بنشوفها على الشاشه حقيقي تحس ان هو شويه شويه عايز ينزل عشان يلعب سواء في الكوره او في كره اليد او السله في كل الالعاب بصراحه كان دايما موازر وكان دايما مخلص ودايما اعتقد يعني يعني من خلال حتى تواجدي في الفتره بالنادي الاهلي يعني كان بيسيب بيته وبينزل يروح يقعد في النادي الاهلي في ممكن ناس في مناصب كتيره جدا ممكن تغيره الوحيد الله يرحمه بجد اللي عمر المناصب ما غيرته يمكن حتى لما تيجي تتعامل معاه يعني والله بجد يا جماعه ما تحسش ان هو منصب ما تحسش ان هو نائب رئيس ما تحسش ان هو مسؤول ما تحسش ان هو كان في يوم من الايام وزير شباب ورياضه حقيقي بجد والله تتعامل مع حد خدوا خصوصا كمان لما المناصب لما بيبقى في اشخاص بتوصل لمناصب كبيرة بحجم وقيمة النادي الأهلي أو وزير الشباب والرياضة الأسبق دايما المناصب ممكن تغير النفوس الوحيد اللي كنت تتعامل معاه بجد رحمة الله عليه تواضع احترام تحس انه هو حد كده من أسرتك تحس انه هو حد من أصدقائك الكبار يعني بجد تحس انه هو حد من العيلة فربنا يرحمه ويصبر أسرته وخالص عزائي لكل جماهير الكرة المصرية وأسرة النادي الأهلي وأسرته ونتمنى طبعا يعني يعني اتمنى يمكن انا مش 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 بزايد او بقول حاجه ويمكن ده احنا متعودين على النادي الاهلي ان دايما النادي الاهلي يعني بيكرم رموزه نتمنى نشوف باذن الله تعالى في الفتره اللي جايه من ودي حاجه اكيد مش هتغيب على رئاسه النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب اسطوره النادي الاهلي ولا مجلس الاداره واكيد هيبقى فيه تكريم ليه لانه هو رمز من رموز النادي الاهلي خالص عزائي وتمنياتي يعني يعني ربنا يصبر اسرته الكريمه ويا رب يجعل مسواه الجنه ويرحمه ويغفر ليه واتمنى ان حضراتكم وكل متابعينا دعواتكم ليه بالرحمه والمغفره وقراءه الفاتحه وباذن الله يكون في الجنه اجمعين ان شاء الله